أكبر الأندية في الجمهورية التونسية الشقيقة. سعيد الطاهري حكم هذه المباراة. انطلقت البداية بأقدام تونسية، كرة أمامية كيف يعني عبد الرحمن العمامي قم بمراوغة أنيقة ويمرر الكرة أمامية. أكرم عياد يملك الكثير من المهارة، يراوغ الأول ويحاول يتجاوز ويتخلص من الثاني. تمريرة بينية وكرة أمامية، أحمد المصري، هناك انطلاقة لأحمد السنوسي. أحمد السنوسي تدخل داخل المنطقة، جاسم الحلوفي من إحراز الهدف الأول في هذه اللحظات. لاحظوا ارتقاءات عبد الرحمن العمامي والكرة تمر جاسم الحلوفي، فرصة لمصلحة فريق النادي الأهلي. والتمرير بين المصري في الفرصة في المرمى على مرتين، وأحمد المصري واحدة واثنين، لكن كرة المصري تكون خفيفة في المرة الثانية. هذا هو فريدريك فياني، لاحظوا لقطة الإعادة، دخول داخل المنطقة، وجود دفع في المرة الأولى، دخول قوي. مباراة خارج مدينة صفاقس، لاحظوا دخول شاكر البرقاوي بشكل قوي. وفي المرة شادي الهمامي والتسديد من المصري على مرتين، تضيع من فريدريك فياني، مش ممكن يا فريدريك، تهيأت لك. لاحظوا المصري ويتصدى بشكل ممتاز، الحارس جاسم الخلوفي، ولكن فريدريك فياني لم يستغل الموقف. فريدريك احمد المصري يلعب كرة عرضية وبضربة راسية من علي سلامة تغادر الى خارج الميدان، ركلة مرمى. سيلفا ترتد من المدافعين، وفريدريك فياني في انطلاقه، فريدريك فياني ينطلق، المصري واخذ مكان، وفرصه لفريق النادي الاهلي، كره عرضيه والكره تنتهي. كره عرضيه، لاحظوا انطلاقه فياني وكره عرضيه، المصري بتسديده يساريه والمشيره، تقدم علي سلامه وفرصه، والكره تصطدم بالعارضه الافقيه، فرصه تضيع على التشكيله الاهلاويه. فريق النادي الاهلي يستحق التعادل على اقل تقدير، ولكن هكذا هي احكام كرة القدم، احكام كرة القدم تمنح التقدم المؤقت في هذا الشوط الاول لفريق النادي الاهلي، لفريق نادي صفاقس امام شقيقة فريق النادي الاهلي ببنغازي في لقاء. كل الاخوة الزملاء، واترككم مع هذه اللقطة التي كادت ان تاتي بهدف التعادل لرفاق احمد المصري، لقطة العادة من زاوية اخرى. الى الملتقى في الشوط الثاني. أعزائي المشاهدين، هذه عودة من جديد لملعب أوغو تشافيز وانطلاق دقائق الشوط الثاني من هذه متابعة من جديد. حمد السوسي، أحمد المصري التسديد على المرمى، الأهلي أفضل، الأهلي أكثر إصرار، المصري يسدد ويراوغ ويفعل كل شيء، ولكن الكرة إلى الركنية. أحمد المصري من جديد، والكرة تذهب في الأسبوع الأول على فريق مستقبل القصرين وباستهداف لهدف. وأحمد المصري ضاعت عليك يا أحمد. المصري، لاحظوا أحمد رفع الكرة ولكنها اصطدمت بالمدافع، لاحظوا لقطات الإعادة والكرة اصطدمت كبيرة في دور نهائي من ذهاب وإياب. وفياني يدخل داخل منطقة الجزاء، يتعرض للعرقلة، ركلة جزاء، هو من سيقوم بالتسديد، سمير، والكرة تعود إلى سمير. وبن دلة في كرة بينية، المصري في كرة عرضية، والكرة تحول، فياني فرصة الهدف الأول، مش ممكن. جاسم الخلوفي ولقطة الإعادة، الكرة ارتدت من أيمن عباس، وكيف احتسب المساعد تماما. لقطة الإعادة والفياني استفاد من موقعة متميزة لكرة القدم الليبية ومع فريق النادي الأهلي، وكرة خطيرة من جانب الكرة. لاحظوا رجل بنوني حاول يلعب الكرة في عبد الرحمن العمامي، يلعب الكرة دريسي قطعاني الآن. أحمد المصري في كرة بينية أمام تقدم الشاعري، بندلة يتراجع ويستلم هذه الكرة،
في منتصف الميدان المصلي بينية 1-2 أحمد المصلي يتقدم من الأول ويحاول يلعب كرة إلى الوهج في المرمى لا ضاعت ضاعت عليك يا سمير ضاعت أحمد المصلي أحمد المصلي رائع يفضل لعب الكرة علي سلامة يخطفها علي سلامة يمارك كرة إلى المصلي أحمد المصلي هل يسدد يسدد والتسديدة من بعيد هو المصلي قليل لاحظوا كرة أحمد المصلي الأخيرة ولا تسديد باتجاه المرمى أعماري يصلح الخطأ ويتمكن كريم النفطي وتهيئة الكرة من كريم النفطي إلى أحمد المصلي ونقل الكرة إلى الوهج مش ممكن لا زالت تشكل خطورة من يساند والكرة من جديد ترجع النادي الأهلي لقاء الأشقاء لقاء الشباب الواحد في القطرين الشقيقين جماهير العظمى وتونس الشقيقة عبيدي عبد الرحمن العمامي يطلب هذه الكرة مفروض لعب الكرة داخل منطقة الجزاء كرة والمصلي في المرمى لا مش ممكن مش ممكن ضاعت عليك يا أحمد ضاعت مصلي تستحق أن تكون أنت الأفضل في هذه المباراة تستحق أن لاعب فريق النادي الأهلي تسديد استلام التفاف دوران تسديد على الطائر لقاء الأشقاء لقاء الأحباء والكرة حكم المباراة يطلق نهاية المباراة وصافرة النهاية في هذا الشوط الثاني والمباراة بالعناق بالمصافحة ما بين الشباب الواحد في الجماهيرية العظمى وتونس نعم لوحدة الشباب العربي لوحدة الشباب الأفريقي وهكذا هي أجواء ملعب هوغو تشافيز وضغط الجماهير قاعد يسند الفريق نتاعو شكرا للجماهير العريضه شكرا للجماهير الليبيه وان شاء الله حظ اوفر للسباقسي واهلي بنغازي شكرا شكرا جزيلا لك شكرا اهلي بنغازي يعني اليوم اولا احسدوا على الجمهور الكبير وتحيه للجمهور الليبي الكبير لكن الفريق ما كان بده يفوز يعني لا هم حظه ساعدوا ولا يعني هاي لو طلعت برا ما اعرف كيف طلعت برا يعني في ظل الحظ اليوم اللي عاكس حقيقه فريق اهلي بنغازي انا اقول التعادل جيد لان فعلا لانهم كره ما تريد تدخل اليوم ما تريد نعم يعني كره ما تريد تدخل وهنا لما تعاند الكره لهذا انا اقول اليوم فريق اهلي بنغازي قدم مباراه كبيره حقيقه وقدم الجمهور المتعه ولكن كان فقط ينقصها الاهداف انا اعتقد اليوم الحظ ما كان موجود وفريق اهلي بنغازي اليوم كان يستحق الفوز حقيقه